طبختنا اليوم رز باللحم. بنحطها على النار بعد ما حطينا عليها المي، بنحطها بالنار وننزل البهارات المناسبة اللي هن البصل، الهيل، قرنفل، عيدان قرفة، والكمون. ولا نضع الملح طبعا مشان ما الملح، لأنه بآخر عملية الصيران أو الاستواء بنخليه للأخير الملح. بنحط هالمكونات بالطاسة مع ماء وبنغطي الطاسة وبنتركها حتى يعني تستوي. هون اللحم صار يعني حطينا جاهز. نشوف اللحم صار جاهز. هاي السمنة جاهزة كمان مشان نزل الرز. راح ننزل معه بزالة كمان. هلا راح ننزل الرز. كمان هاي البهارات اللي راح ننزلها، بهارات كبسة وملح وهيل وقرنفل وفلفل، كمان راح ننزلها على الرز. هاي البهارات كمان حبت طبعا الرز مع البهارات. راح ننزل المي كمان على الرز، يعني زبدة مي تقريبا. طبعا الرز كل عيار رز 2 مي معروفة هاي. بنحط من مية اللحم كمان يعني مشان تعطي طعم أطيب. لحم ضان طبعا، لحم خروف. مشان يعطي طعمة طيبة. هون اللحم راح يستوي تقريبا، هون الرز نغطي عليه كمان بعد ما نحركه. بنحب نذكر بنخلي طاسة الرز مفتوحة يعني بدون ما نغطيها حتى تغلي المي، بعدين بنغطيها بتصير على نار هادية يعني مرحلة ثانية. وصلنا للمرحلة النهائية، حاليا بنصب الرز بالمصاب. يا سلام، بين يعني من ريحته طيب. والآن نوضع اللحم، نحط اللحم، قطع اللحم المستوية على الرز مباشرة. اكتمل الآن وضع اللحم، والآن نحط البازيليا، نزين المنسف البازيليا. المكسرات المرغوب فيها، احنا حطينا فستق حلبي، في ناس بتحط كاجو، في ناس بتحط لوز، لوز امريكي، بتحط كمان صنوبر حسب المتوفر او يعني المرغوب فيه. اخر شيء تزيين بقطع البندوره والخيار والفليفله مشان يعطي منظر افضل واحلى. ليمون طبعا.
إذا منسف بالرز، رز بلحم ضان، لحم خروف مع بازاليا مع مكسرات. الآن جاهز منسف سوري بالرز واللحم، منسف سوري جاهز. صحتين وعافية وأهلا وسهلا فيكم. نتمنى يكون نال إحسانكم ويعني نكون منا شيء مفيد. أهلا وسهلا فيكم، والمنسف الآن جاهز.